العقل العراقي مبدع خلاق، من رحم المعاناة يصنع أشياء مبهرة، لكن يحتاج إلى يد تهتم به وترعاه، وهذه اليد أكيد هي الجهات المختصة، لأنه تمتلك إمكانيات ممكن توفر له البيئة المناسبة. هاي بكل المجالات إحنا عندنا مبدعين وكلهم يحتاجون إلى رعاية واهتمام خاص. شاب عراقي صمم موقع تواصل اجتماعي، شاب مهندس عمل على إنجاز هذا الموقع. أريد الصور إذا تسمحون. صور أمامكم، هذا الموقع معروض بالصور، موضوع الموقع وتفاصيل أكثر ينضم لنا المهندس محمد تميم من العاصمة بغداد، مصمم هذا الموقع. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا وسهلا بيست كل الهلا بكم. أنا مهندس محمد تميمي، مبرمج عراقي شاب، أعمل على برمجة المواقع الإلكترونية لأكثر من 5 سنوات، من بينها مواقع شخصيات سياسية مهمة وشخصيات عشائرية وبعض الشركات. نعم. فصارت عندي طموح أنه أبني موقع تواصل اجتماعي، خاصة أنه أنا متمكن بهذا المجال ودا أبني مواقع بمستوى كلش عالي من الإمكانيات والإبداع، وحققت نجاح الفترة طويلة من الوقت. يعني تعرفين ست أنه فترة أنه يكون بها الموقع شغال لمدة 4 سنين أو 5 سنين من دون مشاكل، والشخصيات اللي تقولها بالبلد هذا إنجاز كبير. طبعا. فبعد ما يعني حققت هالنجاح هذا ودا أبني أنا مواقع، فقلت ليش ما أفكر أبني منصة للتواصل الاجتماعي. زين. بديت أبحث بهالمجال هذا. صراحة هو الموضوع جدا جدا معقد، أعقد بهواية مما أي واحد ممكن يتخيله. فيعني لي أكثر من سنة أبحث بهالمجال، لقيت مجموعة من الإضافات اللي ممكن تساعدني حتى أوصل لنتيجة حلوة بهالمجال هذا. فالحمد لله توفقت وقدرت أبني موقع تواصل بمستوى كلش عالي من الإمكانيات. ممكن سميته سيسان كوم، اللي هو اختصار سوشيال أرب نتورك كوميونيتي. زين ست. قلت صار شقد تصمم بيه؟ ست لي أكثر من سنة يعني أنا أشتغل على الفكرة حتى أقدر أطلع بنتائج مرضية، بس مباشرة بي تقريبا لي 6 شهور حتى أقدر أطلع نتائج. شنو ست؟ أخذ وقتك تقريبا كله يعني؟ والله ست يعني ما مفتهم شيء أصلا من النهار، يعني من الصبح للي تقريبا أنا دا أشتغل. شلون جتك هذه الفكرة؟ والله يعني بديت أشوف سياسة فيسبوك، يعني سياسة موقع التواصل الاجتماعي الأهم اللي إحنا دا نشتغل أغلبنا عليه. زين فيسبوك مو مرضية، فلهذا السبب يعني قلت ليش ما أنا أحاول أصمم موقع تواصل اجتماعي بمستوى عالي من إمكانياته، أو أحاول أنافس بهالمجال هذا. فالحمد لله قدرت أتوفق وأطلع بنتائج كلش مرضية. الموقع اللي صممته هو يعني نقدر نقول أرتب حتى من موقع فيسبوك، وبي مزايا مجموعة مواقع، يعني مو بس موقع فيسبوك. مثلا اختارت مثلا الميزة مال موقع تويتر مال تراند، يعني مال التعليقات مال الهاشتاج من يصعد، أهم ضفتها بي. مثلا أريد أضيف بعد ميزة خاصة بموضوع الفيديو اللي يظهر على تيك توك، بنفس الطريقة أعرضها بموقعي. مثلا موضوع بعد بث مباشر، يعني مثلا ضفت له يكون شبيه بالبث المباشر مال سناب، فلاتر سناب يعني. إضافة إلى أنه خليت بي مزايا ما موجودة أساسا بأي موقع تواصل اجتماعي آخر، مثلا بمتجر خاص بالأعضاء، يعني ممكن يعرضون بي السلع أو الغراض اللي يريدون هم يبيعوها. إضافة إلى متجر إضافي خاص بسانكم، إضافة إلى يعني مكان خاص بالكورسات اللي حيكون، يعني فشي كلش مرتب ان شاء الله. يعني هو الموقع رسمي دوت كوم اصبح ست، هو حاليا سانكوم دوت لايف اللي حسميه LIFE. اذا يعني شغال حاليا، موجود وشغال على 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 شو يسمونه على جوجل، بس انا بعدني احد هسه دا اشتغل عليه، والسيرفرات ما تتحمل اعداد كبيره من الناس، فلهالسبب انا ما طالقه بشكل رسمي. زين لوحدك اشتغلت في الموضوع؟ والله ست هو الموقع كله من البداية للنهاية اشتغلت واحد 100%. فدي يسأل دي يقول الإعلانات شنو قضيتها؟ الإعلانات ما يفتح خاصية إعلان على بالضبط الموقع؟ أكيد عندي إعلان، خاصية إعلان بالموقع شبيهة بالإعلانات مال فيسبوك. زين إضافة إلى هذا عندي متجر خاص بالإعلانات، يعني متجر يكون تحت إدارة مسؤول الموقع، يقوم ينزل بيه بضائع، يعني مثلاً شلون مثل ما نقول مدعومة بأسعار حلوة، ننزلها بهذا المتجر يعني للناس أو للناس اللي موجودة عندي أنا بالموقع المشتركين. إضافة إلى أنه ست هو أساساً بخاصية إعلانات شبيهة بالإعلانات اللي تظهر بالصفحة الرئيسية مال فيسبوك. بعد الحد الآن منازل لا ست هو موجود على جوجل ويقدر الناس تزوره، بس لهاللحظة أنا ما موفر لسيرفرات عملاقة تقدر تتحمل أعداد كبيرة من الناس، لأن تعرفين ست هاي يعني ترافيك كلش عالي ممكن يكون، او حركه كلش قويه ممكن تكون بالموقع.
يعني ممكن يوصل بنفس الدقيقة أكون عندي فد نص مليون أو مليون زائر. فهذا الشيء يحتاج لأنه يكون عندي سيرفرات عملاقة. هذه السيرفرات من ممكن يوفرها؟ 6 سيرفرات يعني يحتاج لها فلوس، كل الشركات ممكن توفرها بس مبالغ ضخمة. يعني أنا أكيد بعد هذا الصرف كله يعني صار استنزاف الموضوع، فمنتظر دعم، قلت بلكي أقدر أحصل دعم حكومي حتى أقدر أكمل الموضوع للنهاية.